حنا جايه من الخدمه، كانوا هازين ليسانس وتابعين بنتي بيه باش يحرقوها، يلفوا على ليسانس جاري شريكي وهو مرته. ولدو دخل على بنتي بنهار انا كنت في الخدمه، فاش انا غنتلاقى معاهم تماكيا ضربني بالحجر، بدا يشير عليا انا وبنتي بالحجر، خواو عليا الملقاطع ليسانس، خواو عليا ليسانس هالقرعه، خواو عليا قرعه ليسانس. كنقول لي مرات تخوى عليا ليسانس، تقلبت بليسانس والضربه بالضربه طحت، وليت كنطيح وكنوض، مدوخني ليسانس ومدوخني الضربه، مضروبه الراس، ضربني الراجل وهي خوات عليا ليسانس. وهذا السيد كيعيرنا بالهضره خايبه وكيتسرع علينا وكيبغي يدخل عليا هو وولادو، وداير ليا الحوت كيدخل صنادق خانزين، وانا ساكنه في البروميال وهو ساكن في السفليه كيحط فيها الصنادق. احنا عندنا سكاني الحوت، الا بغى قلت ليه الا بغيتي دي الصنادق حطها مع هذا العساس. هذا السيد قال لك ندخل مصحة الخنز يدخل هنا. هذا السيد قهرنا، احنا عندنا الحساسيه ما كاينين نحلوا لا شراجم ولا حاجه، انا مديره معرضه انا وبنتي للقتل العافيه للحريق. هاد الناس ناويه تحرقني غير جراو عليها هي وراجلها. هاد ليسانس خاوينا من الموطور ومديه معاه في ميكا، وخواتو عليا ملي تضربت خواتو عليا، راجله ملي ضربني بالحجره هي كتخوى عليا في ليسانس. وهاد السيد سيدي كيعيرنا بالهضره خايبه، لا هو لا ولادو، ولادو جوج ومرتو وهويا الراجل شريكي، ديما كيعيرنا بالهضره خايبه. شنو سبب ديال النزاع اللي خلى ان شريكك وجارك انه يدير معك هاد المشكل اللي كتقولي؟ هذا سيدي عندي نزاع بيني وبينه قديم، كان ضارب ليا بنتي، ملي ضرب ليا بنتي على حساب استفاده، ملي درنا البارطمات جات فيا انا السفليه قال لك ما تاخذهاش خرج من العدول، ثاني بغى يضربنا ما بغاش يتكاتم معانا. ملي ثاني مشينا ثاني دعينا، دايره بيه سبعه شكايات، دايره بيه دعوه لبنتي كان ضاربها ولدو مخيطه الغرزات، هي ثلاثه الغرزات ولا ما عرفت اربعه ضاربها مرته وبن ولدها. وهذا السيد قالوا لك انت ما عندك ما صورتي من المخزن، دابا داروني العافيه انا وبنتي باغيين يحرقوني، انا عندي مع سكاني هنايا. هذا السيد الا تحرقت هو ومولاه، الا تحرقت بنتي ولا انا ولا شي حاجه انا خارجه خدامه، انا تلقاو ليا جايه من الخدمه، انا طيحوني في الزباله، في الزباله فين ضربوني؟ في الزباله ديال طالع في جيت جامع. هذا السكن اللي نتوما فيه دابا هذا سكن ملكيه مو شراكه؟ ملكيه موت الشراكه. هادو نتوما فين كنتو ساكنين في الاول؟ احنا كنا ساكنين في براهمه واحد. براهمه حتى هما كانوا جيرانكم؟ لا بعادين مني، كانوا جيراني في البراهمه واللي بعادين مني. بعاد منك؟ اه. يعني كتعرفيهم كيعرفوك؟ كيعرفوني كنعرفهم، انا ما كنتش كنعرفهم مزيان. هاد الناس ما بينيش وبينهم خلطه، بعادين مني. دابا هاد السكن اللي تجمعتوا فيه نتوما هذا جاب القرعه وبسميتو يعني؟ ما جات لا ما جات بالقرعه، هذه جات بالصح، عطيتو انا السفليه صح، هاد السفليه كيفاش صحي لنا صح؟ ما بغاش يدير معايا القسمه، ما قال لك السفليه اللي ما تاخذيهاش اللي جات فيا بغاه هو، قال لك ناخذها صح. هو دابا هاد السفليه هذه واش مفصلها بيوتها ولا دايرها محل تجاري؟ لا هو باغي يديرها محل تجاري، انا عندنا سكاني وهو بغى يفتحها مكازا وبغى يسقف لها كور، ولا كيدخل ليا في الصنادق خانزين بالحوت، هما بثلاثه كيبيعوا الحوت. واخا دابا بغى يديرها محل تجاري، واش بدون ترخيص؟ بلا دون ترخيص سيدي، بلا دون ترخيص، ما عنده حتى سلطه. حنا عايشة كنادي. حتى في المساله علمتوا السلطات المحليه؟ دابا علمنا في سميتو، علمت الجدارميه عالمه وشحال هذا. هاد القضيه ديال الترخيص وديال سميتو هذه خصك تشوفي السلطه المحليه. لا دابا انا مشيت عند القيد ما لقيتوش، هو سميتو باش نعلمه. ملي دويت معاهم ولا كديما هاز معانا الضب نزاع، ولا باغي يضربنا ولا قتلنا. ذاك النهار ثاني في الليل هنا بغى يضربني على الماء، ملي بغيت ندخل المكانه ثاني ناض ليا قال لي ما تدخليش المكانه، باقي عندي انا المكانه وعندي ليها باش مقيلي زي انا وياه، باش ندخل معاه المكانه الاولى باش بانيه انا وياه، ندخلها انا وياه. دابا خلاص ركبوا مكانتكم ديال الضو. وعندي المكانه بما انا باقي ما راتش عليا الفلوس، عندي فيها التزام باش كاتبه انا وياه، عاد كاتب عمومي مقيلي زي بما كنت سالو فلوس ما عطاهاش ليا. دابا ما خلانيش نركب مكانتي، تتجمعوا الجيران والحاله ثاني بغى يضربني فيها. بدا يعايروا فينا بالهضره خايبه وكل شيء، قال لك ما تركبيش المكان، ما تركبيهاش. جا لي البلومبي جرى عليه، عقب ثاني جات البلومبي وشاورتهم، ثاني جا جرى عليه هز لي ماسيطه وبغاو يضربوا. هي ملكية مشتركه راه ماشي يقول منعك، ملكية مشتركه. لا منعني يا سيدي، منعني الماء ما خلانيش، بزز ركبت الماء بزز.
بزز بغى يضربني وبغى يضرب بنتي ومعيوره والهضره وبغى يضرب البلومبي. واخا حنا دابا دخلنا الدار لقينا الزجاج مهرس هنا. الزجاج مهرس سيدي داخلين علينا. دفع دفع هذاك الشيء كان فوق الصالون. دفعوا له حجر يشير علينا بالحجر. ولدو ولادو بجوج كيشيروا مع الصباح. قداش هادو انا كنت ولادو راه تقريبا عنده شي 26 عام ولا 28 عام. واش كيشيروا ولا دخلوا الدار؟ كيشيروا ودفع على داك سميتو لداخل. دفعهم هكا انا بيدي تتشرشم. انا كنت في الكوزينه الدريه كانت نعسانه. لا كان الباب محلول. كيشيروا كيشيروا بالحجر عليا. لا من الداخل من هنا من الدروج من الدروج يضربوا بالحجر يرسل في الحجرات. انا خليت الباب محلول نسيت عليه وخليته محلول وانا في الكوزينه تنسمع تشرشي مع داك خرجت نجري الدريه باقا نعسه. ملي تبعناه بدينا كنصوروا داك الشيء هربوا. واش درتوا من وراء هذا الحديث هذا بحال هكا؟ انايا درت سميتو درت مشيت لعند جدرميه قال لك تجيبي لنا شهاده طبيه. شهاده طبيه حتى الغدا على قالوا لي عطاوها ديال شلالات. مشيت لعندهم قال لي سير جيبي لي شهاده طبيه. دابا انا درت سكانير طلبوا لي البارح سكانير درته في كلينيك ب 23,000. ودابا مشيت شريت الدواء مخرجين لي الدواء ودقوا لي براد الكرش دقوا لي براد ديال ليسانس. كان دايخه بليسانس مخنوقه كان طايح وكنوض ليه شحال وانا فوق البايص تما كيهم معاقلاش على راس. وهاد السيد سيدي كيتعدى علينا بزاف. هاد السيد كيتعدى علينا. واخا بنتي كانت معاك البنت ديالك ممكن تعيطي لنا على البنت ديالك؟ ها هي بنتي غتجي. شنو عندي انا وهاد البنت؟ السلام عليكم. بوجهي. عليكم السلام. خذي لنا عند الميكرو. واخا مرحبا. سميتي امل. لا امل ماماك عاودت لينا على ان عندكم نزاع مع الجيران. هادشي قديم هادشي راه قديم راه وصل ربع سنين. عاودي لينا انت على الواقعه ديال اليوم هذه ديال التهراس وهذا سميتو عاودي لينا عليها كيفاش طرات ويعني واحد شويه من الحيثيات كيفاش وقع هادشي من الدبا. مع الصباح حنا الباب كنا كنسيقوا بغينا نسيقوا قدام الباب. حلينا بحال هكا الباب جيت هنا لهنايا. جيت لهنا ما فهمنا والو حتى داكشي بدا كيتشير علينا. خلو علينا كيقول لي غنغتصبك غنفعل لك غنترك لك غنقتل امك. انت هو شريكنا ولدو ولدو الاخر البو الولد والولد. مني تبعتهم انا الكاميرا باغي نصورها هما يدربوا بدينا كنغوتوا حنا. حنا بدينا كنغوتوا حنا نفعنا داك الغوات. كون ما نفعناش داك الغوات كانوا يقدروا يدخلوا علينا هنا يقدروا يديروا. هربنا بدينا كنغوتوا صافي بدينا كنغوتوا. وكواك عباد الله الجيران راهم كلشي كان كيطلب من الشراجم. حتى واحد ما دق علينا خويا. حتى واحد ما دق علينا ولا قال لنا شنو كاين. هي واخا من بعدها هما هجموا عليكم تبعوكم الدار شنو داروا يعني بالضبط؟ راه كلشي تهرس راك شفتي كلشي. شفنا فعلا كاين شفتي تهرس كلشي تهرس من غير داكشي اللي داروا البارح. البارح انا اللي كنت مقصوده بهاد ليسانس وانا اللي كنت مقصوده بهادشي. البارح شنو داروا البارح؟ البارح اسيدي عليك الدري انا خارجه ليا في الزنقه شاف فيا ويقول لي تفو. مني جيت وانا نتبرى فيك كيشوف اخر مره انا عاطيك بالتيقار عطاني بالتيقار ياك ويبغي يدخل عليا قال لي غندير لامك غنفعل لامك ويتبدا عليا هيايا غنفعل لامك غنترك لك غندير لك كذا كذا كذا. جا واحد جوج جاراتنا دخلوا صافي فهمتي سكتنا سالي الفيلم يعني صافي سكتنا حتى حاجه ما كاينه. خرجت انا بحال هكا برا ما جيت انا فين نوصل حتى الجهه الاخرى تداروا هما من هنا تابعيني بقرعه ليسانس يعني كانت شينية قبل حيت ما يمكنش ديك قرعه ليسانس غتكون جات على صدفه. لا موجودين ليها زعما موجودين ليها ما يمكنش تكون صدفه. ها هي القرعه راه كانت عامره. انا كنت بعيده شويه كنقول لهم ها هي القرعه. انا تنساش بنت الكرافه حتى ها انت شميتي الريحه ها انت الوالده هي شم فيها الريحه. انا شم فيها الريحه في راسها كلشي الناس كانوا حاضرين راه الناس كانوا حاضرين راه كانوا ها انت شم فيها الريحه تخيل معايا حنا غادي نعام على الوالده في الامبيلونس البارح ولينا كنتبوعوا انا وولد جيراننا وواحد جارتنا واحده اخرى ولينا كنتبوعوا. واخا مشيتوا عند الجندار؟ مشينا عند انا اللي مشيت عند الجندار. ماما كانت طايحه ضربه راسها انا مشيت عند الجندار. اشرح لي الضربه ديال الراس ديالها. بداو كيسرفوا بالحجر وهي كتخوي في ليسانس بغاو يشعلوا قيده. الدراري بداو ملي شافوهم بحال هكا كيهجموا علينا الدراري بداو كي فهمتي الدراري بداو كيدافعوا علينا سير بحالك حيت مستحيل. والقضيه معروفه عندنا حنا في المغرب مرة ملي كتكون مع راجل ضروري عباد الله كتدخل ضروري عباد الله كيتدخل. هذوك الدراري كون ما عتقوناش في ديك اللحظه راه كنا غنموتوا. انا بقيت تابعهم وكنصور مني كتبان لي شي حجره جايه كنهرب. هذه محاوله قتل مع الاصرار. محاوله القتل مع الاصرار والترصد بدرجه بان ولدها كان كيطل مني شافني انا درت مع الزنقه هما داروا مع الزنقه هكا. تبعني الراجل والمراه حيت المراه كتقول لي انا ما غنصيفطش ولادي انا اللي غنمشي والراجل كيقول لي انا ساليت انا اللي غنمشي. شحال في عمره؟
بعمره 50 عام، المرأة ما عرفتش عندها شي كذا 40 ولا 50 ياك. صافي تبعونا، ملي تخو على هذه كنقول انا كانوا شي عيالات حدانا وداكشي، كنقول لهم شنو داكشي اللي كتخو على ماما، حيت ما فهمت والو دغيا جبدت القرعه وبدات كتخو. اذا كانت نيه ديال القتل. ومني مشيت عند الجندارم، قلت لهم ها انتم راه الوالده عندي مخوي عليها ليسانس راه مضروبه الراس هكذا كذا. قال لي ما عندي فاش نفعك، قال لي غنفعك في حاجه وحده، غنعيطك على لومبيلونس. في خويا حنا عيطنا على لومبيلونس، قلت لي انا بغيتك تجي تشم داك ريحه ليسانس. قلت لي باش غدا ومني بعد غدا، قلت لي راه ما يمكنش انا نبقى مديه معايا الحوايج وندي معايا، قلت لي خاصك انت تشم هذيك ريحه ليسانس وتقيدها ليا في محضر. قال لي لا خاصك تمشي تجيبي لي شهاده طبيه. تميت غير قال لي خصك تجيبي لي شهاده طبيه. صافي الدراري عيطوا عليا قالوا لي تعالي راه ماماك غتهز لابيلونس. سميت غادة وهي تقول لي مازال، قالت لي دابا رخويت عليكم ليسانس، راه عندي فيديو كيوثق هادشي. قالت لي دابا رخويت عليكم ليسانس، قالت لي مازال غندير لك المقاطع. يعني هاد السيده هادي في نيتها القتل، ما نختيش المشاركين، عندنا شي راجل مشاركين، اشنو عندنا مشاركين؟ دار كل واحد يدخل يسد عليه. سمعت الوالده ديالك كتهضر على ان كيسبوا ويقطفوا في النسب ديالك. كيسبوا كيقطفوا في النسب ديالي، ما شاف الوالده ديالي. انا كتقول لي انت ما مزياناش، انت فاعله كذا، انت كذا وكذا. انا ما نقدرش نقول هادشي قدام كاميرا، وغنعطيك فيديوهات كتوثق بان السيده كتسبني، والسيده كتقول لي بان هادي راه والدك من الزنقه، سيري قلبي على باك. وانا عندي حاله مدنيه، عندي طلاق ديال ماما. يعني يا اسيدي انا توريني شكون هذا با، انا هذاك مني هذاك اللي في الحاله المدنيه ماشي با، توريني هي شكون با. اذا كانت كتعرف ماما شحال هذه، توريني شكون هو هذا با. انا وليت شاكه في النسب ديالي، شكون هذه شكون هذه اللي تشككني انا في النسب ديالي. درتي شي شكايه عند وكيل الملك؟ يلا خويا غندفع شكايات، كانت الوالده عندي مسافره، يلا غندفع هاد الشكايات هادو ياك ديال. هو عندي فيديوهات كيوثقوا هاد الشيء، انا ما كذبش عليك مرتهم بهاد الفيديوهات، حيت ما كذبش عليك غادي نركب كاميرا على سلامتي وسلامة الوالده. ما خلاكش تدخلي الماء والضوء هذا يخليو يصرف لك الكاميرا. ايوا اش غندير؟ راه الماء ملي بغينا ندخلو عندي فيديو كيوثق بان السيد ما خلاناش ندخلو مكانتنا ديالنا اللي حقنا، حق شرعي ديالنا. عندنا جوج بارطمات، خاصني ندخل في وحده ونعاود عاوتاني ندخل في الثانيه. هو مكانة دار لي على حاله، جرى لي المره الاولى على البلومبي، جرى لي المره الثانيه. مني جات ماما بحال هكا كدوي معاه، انا خليتهم كيدويو، بقيت داكشي كنصورو من الفوق، الفيلم كامل كيدوز وانا كنصور. علاش؟ حيت خاصني نوثق، حيت المخزن عندي انا هادشي موثق من الفوق. بالنسبه لكم نتوما هاد الفوضى اللي نايضه مع هاد الجيران هذا، شنو النداء ديالكم للمسؤولين والدرك الملكي ديال الشلالات؟ انا الدرك الملكي ديال الشلالات، انا بقى فيا الحال قبيله، كنقصد البارح، حيت ما نكذبش عليك ضغط، بقى فيا الحال. حيت البارح قال لي انا سير جيبي لي شهاده طبيه، مشيت جبت لي شهاده طبيه، عاودت رجعت عنده مع جوج ديال الليل، قال لي لا سيري حتى الصباح. مني مشات ماما مع الصباح، ياك، قال لي ها لا سيري تا جيبي لي ثاني شهاده طبيه. لا جبنا غير الوراق والسكانير وداكشي، قلنا لي خويا بغينا غير نكتبوا، وبغيتك غير تشم لي السيده وتكتب لي في محضر، يثبت في المحضر بان فيها ليسانس. انا هادشي غنثبتو، ليسانس ما يبقاش، حيت ليسانس ما غيبقاش. انا ما بغيتش الشهاده الطبيه، شهاده طبيه غنخدها مع الطبيب، وليسانس اللي خصني معاكم لهنا. ما بغاش يتحرك معايا الاول الثاني الثالث ثلاثه. مشينا البارح في المره الاولى فاش كانت ماما طايحه، فاش رجعنا من السبيطار رجعت بطاكسي نيشان عندهم، قلت لي غير قيد لي، ما بغاش اخويا يقيد لي، يسيري المركز ديال الشلالات. المركز ديال الشلالات. النداء ديالك الوكيل الملك؟ انا النداء ديالي، انا بغيت نعرف واش حنا في دوله الحق والقانون، ولا غنوليو حنا عايشين في غابه؟ واش حنا انا السيده هي وبنتها ما يعيشوش في هذه البلاد، ولا شنو خصنا يكون عندنا الشماكريه باش حنا نعيشوا، ولا شنو باش ما نتحقروش؟ اشنو واش نمشي انا نجيب شمكارت انا نحطو حدايا؟ حسيتو بالحقره؟ حسينا باش حسيت بماشي فاتت الحقره من لهيه. العيالات كيتحقروا. ماشي اول مره، حيت تضربت انا المره الاولى وخديت حقي بالقانون ياك. خداو فيها الدري شهر صورتي والمراه شهر صورتي وستين الفرير خطيه، ودابا كتعاود تضرب ماما. اذا هذا اشنو؟ من نفس الاشخاص. اذا هذا اشنو؟ في ظرف 4 سنين غنضربو جوج مرات. اذا هذه راه كاينه، كاين شي حاجه لداخل، كاينه النيه ديال الاعتداء. كتقولي غنقتلك، هو كيقول لي غنقتلك. انا الدراري قال لي خليت ليهم فين يعيشوا. شكرا اختي امال، نتمنى ان صوتكم يوصل وفعلا يسمعوكم هاد المسؤولين هادو. تحيه لكم، تحيه لجميع المسؤولين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.